بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكر كل المساهمين والمشاركين العاملين على هذا المؤتمر المهم في بلد يمتلك تاريخ طويل ويمتلك ماضي نفتخر به، ولكن نمتلك حاضر في تحديات كثيرة. التحديات هذا من نقول لا تليق بكرامة ولا بسمعة العراق ولا تليق بوضعنا الجغرافي الموقع العراق الاستراتيجي. والعنف دائما عندما يكون في مجتمع اكو اسباب له، تقصير الدوله، تقصير الحكومات. مشكلتنا في العراق ليس مشكله سياسيه فقط، وانما مشكلتنا ذو بعد اجتماعي وثقافي حقيقه. مع كل هذا نجحنا في العمل المشترك الى دعم هذه الجماعات. هذه الحكومه قامت بجهد طيب محاربة الفساد، ولكن في نفس الوقت تعرضت إلى ضغوط واتهامات ما أنزل الله بها من السلطان، وتعرض المحققين وتعرض القضاة للتهديدات. وما زالت هذه المحاولات بالضغط مستمرة، ومع الأسف الشديد شفنا في بعض الحالات تهديدات علنية للجنة مكافحة الفساد، لأن الفساد في العراق أصبح آفة، آفة ضحاياها حكم الجميع من اعلى السلطه الى القاعده، الكل سيكون ضحايا اذا ما انحرف الفساد بكل جديه. نعم هناك حركه عمران ولكن بسيطه متواضعه. يجب ان نبدا لكي ننطلق. مطلوب عندنا مشاكل وتحديات، يجب ان نغمض عيننا عن مشاكلنا، نحتاج نشخصها ونجابهها بكل شجاعه، مو الا تطفها او تجملها وندعي بالمجامله، المجامله ما تفيد في بناء الدوله. القرار الصعب المؤلم هو اللي يجيب نتيجه.